مرحبا فيكم. اي ما تعتبر حلقة بالضبط. شوي قعدت افكر في خطة نصب احتيال، كيف ادخل فلوس زيادة من سيتي سكاي لاين، ويتني على يعني يت على بالي فكرة لو ادخل الميزانية هني، وهذا بعد التحديث الجديد، واروح البادجت اللونز شوارع، هذه المدخول اللي ييني من سالك. انا عندي زحمه بدت، صح ولا لا؟ والناس طالعه ورايحه وراده في كل الاحوال. فخلنا اول شيء بضيف مجموعه بيوت، زين، اللي هي هني عندي موارد، هني ما عندي موارد، اوكي، بضيف مجموعه بيوت وبسوي زحمه افتراضيه. زين، خلكم مركزين معي، الموضوع اذا ضبط، بيكون عندي مدخول محترم من ولا شيء تقريبا يعني. زين، فخلنا نسوي شارعين قريب المصانع، بيكون فيه مصنع بيسوي لهم حشرة، ومشكلة عادي خلي يسوي لهم حشرة شوية، ومشكلة نعطيهم شوي فلوس بيسكتون. زين، بنسوي عماير. صبر، وين اللي اسمه أول شيء؟ الكهرباء وين؟ الماي، نحط ماي من الحين على أساس ما يصيحون. لحظة، هاي خطرت علي الحين، واليوم مش حلقة سيتي سكاي لاين أصلاً، في حلقة تربكو جاية، بس هذا الموضوع قعدت أفكر فيه وقلت خلني أجرب، هل بقدر ادخل فلوس مو ولا شيء؟ اللعبه تسمح لي ادخل فلوس مو ولا شيء. انزين، وين الكهرباء مالي؟ تعال بعدين بشله اذا حطيت شيء برايه. انزين، خلي حصل الكهرباء اول شيء. انزين، الحين خلي الناس تسكن، بنجيب بوابات سالك. عندنا بوابه عوده، هاي شو أربع رايحة، مش 35,000، بخسر فلوس على الفاضي. شو مكتوب هذا؟ يقول أقدر أحطي تعرفات الآخرين تركت كان، ومكتوب ها تو وي لارج، أظنها أربع رايح. إنزين، اللي راح يستوي خلوني أجرب. اوكي، اكنسل. لحظه، الشارع بكنسله. زين، استوى التاب، سوري يا جماعه. زين، الشارع هذا بكنسله تماما. زين، وبيب هذا اللي هو سيدين رايحات، اوكي، اربع رايح اربع رات، ما يستوي عدل. شو؟ لانه في تقاطع، مو مشكلة، شوي ما يضر. انزين، واحطي هاي واي ثلاث شوارع. لا، ليش ترشوار؟ انا مش حاطس ترشوار، ما ابغى حطيه بالطريقه هاي في، بس خلنا نعدل شكل هذا ونمنع اليوتيرن هني. اهم شيء ما حد يدق بيوتير لانه يضيق. انتو تعالوا هالسيدين، انتو تعالوا هالشارعين، انتم هني مشكلة بتستوي. هني لا، هني خلني احطي، لا هني بتستوي مشكلة شوي، فلازم يكون الشارع عود. لحظة، هني بتستوي شوي مشكلة اذا اوكي
هني بتصير في مشكلة فلازم أعدلها. زين خلي الشارع وسيع مو مشكلة. الشارع ليش ما حطيت أربع شوارع؟ أنا حطي بأربع شوارع عشان يكون مرة راكب مرة مع القياس. خلاص مرة مع القياس. زين ونحطي لنا قانون ممنوع الالتفاف، الواحد يمشي في الشارع. اوكي هاي كل حاجة في الشارع، بس هاي الاهم شيء الخطوط هاي غيرناها. انزين الحين استوى ننظر فلوس على كل واحد سير راد. اوكي وها مكان زين يعني. انزين والحين هني نفس الشيء، هني نفس العملية، نوقف اللعبة بس بحط الاصغر هني ما بحتاج العود. انزين تو وي بوت هذا يسوي لهم ازعاج. يبالك كهرباء ترى على فكره. اخس لازم شوي تكتكه. زين نبني شارعين. ركزوا معي لان الخطة هاي اذا نجحت زين راح ندخل فلوس يا جماعة الخير. فلوس لسه تشوى خلها ست شوارع مو مشكلة. زين بس ابا هني يمنع اليوتيرن بعد نفس الحالة، نفس الشيء هني. ممتاز بيطلون صح في كل الاحوال. اوكي زين بادجت دخل لي $4 انكم ويكلي انكم. زين خلي ولي والله غصب بيدخلهم فلوس. صبر زين يبغى لهم فلوس مش فلوس، يبغى لهم كهرباء ماي عنده ماي. حاضر بعطيك ماي، انت بتدخل لنا فلوس ماي كهرباء كل شيء في الدنيا بنعطيك. زين 200 multiple problems بنحل كل المشاكل مو عليه. اوكي الحين كل شيء شغال صح. انزين هني هنا هذا المكان، هذا مكان دبلوماسي. انزين ستوب. اوكي تعال انت هني. الطريقة هاي زين، وبنشل هذا من هني. وين الشارع الصناعي العجيب ماله؟ وينه؟ تعال يا شارع الصناعي. خلنا نسوي مايل. اوكي. سميركب. اوكي. هذا شارع. شارع ثاني. انزين الحين بيله ماي كل شيء بيله. انزين شو اخبارك؟ اكل حد الحين كلهم وين بيروحون؟ بيون هني صح؟ ما عليه بخليكم تيون انا ما عليه. صبر. انزين هذا مدخل رقم واحد. انزين صبر هذا مدخل رقم واحد. هذا مدخل هني. في مدخل ثاني ما اعرف عنه. جبت العيد انا اذا سويت مدخل سويت شيء يمين يسار. لا اوكي 200 هذا بشله مو بلازم عاد ابراهيم ما بوقف اللعبه. زين بيب هذا وين صار؟ بالعكس. زين ونجيب هذا هني. فلوس يا حبيبي هاتوا فلوس. خلنا نوصل هذا مويه هني، نوصل الكهرباء. اوكي في كهرباء خلاص ممتاز. تعالوا انتم هنا. لحظة خلنا نوقف. ها مدخل رئيسي لحظة. انزين هذا تو واي. لا شوي بعيد عن بيوت. شوي بعيد. اوكي شوي مو مشكلة عادي.
ست شوارع. هذا يوصل سيدة، هذا ممنوع الالتفاف. لحظة، انتو اصلا غلط، هاي الغلط اصلا، وجودهم غلط، هاي وجودهم. خلنا نشيل هذيل، سبيشال ديكيبايت في كهرباء شيء تحت. اوكي، هذا اثنين كبار وفي اي تعديلات وايد. خلنا نعدل مال غصب، عرفتوا؟ خلنا نسوي منه حركة زين، خلنا نسوي حركة على الأقل شكلكم متناسق زين. هذا الحين استوت كل المداخل المدينة وخارجه طول زين. خلنا نسوي الزحمة هني شوي، نبى زحمة نبى زحمة نبى زحمة زيادة، بعد زحمة زيادة نبى زحمة هي زين. وين صار؟ شوف الزحمة كيف خفت. ديماند وين هذا ايكونومي كم دخلنا؟ 65 على عدد السكان، ترى زين، ترى ما في عندنا زحمه، منو يروح منو يرد. اوكي، ها بيسوي شوي زحمه هني، بيسوي، ما اقول لكم ما بيسوي. وعندنا هني اذا بقى الناس تروح درب ثاني اقدر اسوي هني تول، بعد اقدر احط لهم سارك هني، اقدر احط لهم سارك وايد اماكن، ترى اخلي حياتهم في جحيم. شليت هالشارع، هذا بيركب هني؟ ما ادري، عندي احساس انه بيركب في شارع ثاني برايهم. اوكي ما يركب، اوكي ها ما يركب هني، بس ممكن يركب هني، ومش اكيد بعد انه راح يركب هني، لانه لازم اشيل مقبره وموضوع صعب. انزين، خلي على الاقل اسوي لهم ابجريد تعويضا عن الخسائر. زين، شوفوا الحين، الحين هذا هو الكلام، هذا هو الكلام. 149 قاعد يرتفع، يا هلا ابوي يا هلا. زين، خلينا نحط لنا شوي حدائق دام فتحنا حرخه وفتحنا حديقه. ملعب، ملعب بيكون ملعب هني، ملعب هني، نبغى ملاعب حق الجماعة الطيبة، ملعب هني، ملعب هني، ملعب كرة سلة على الشارع هذا، نبغى حدائق عند الجماعة الطيبة، حديقة هني، نبى حديقة أصغر بس ما تركب، حديقة هني، حديقة هني، حديقة هذا المكان زينهم، هذا ما أدري شو فيه ألعاب شيء هني، فلهم يا على الشارع ما يسوي زحمة هني، يباله ما يلحظه. زين، نحط لهم مجموعة حدائق وخدمات، والله هذا مكان زين. نص المدينة، هذه حديقة بعد. وكيف تشوف شكلها هنا؟ معوقة صح؟ هي معوقة، بدلها عقب ما عليه. حديقة هني، خلى السعادة ترتفع، خلى السعادة ترتفع، خلهم يستانسون، خلهم يستانسون. زين، بنحط لهم تنس هني زين، طلعهم تنس هني. اوكي، لا لا اوكي وايد اوكي. زين، الصناعية هني، صناعية في عليها الطلب، ما نبغى الصناعية هاي. ها شو يبون؟ موظفين؟
خلاص اوكي، انتوا تبون موظفين يعني ما تبون هالمكان، خلينا حاطين موظفين مكانكم. زين بنحط لهم والله حلو المدخول بلاش مرة واحدة نقع، مع انه هذا 100 بس مش ياسينا فلوس. كم شوارع؟ 100 شوارع والله قام يدخل فلوس، اكثر شيء سكان قاعد يدخلون فلوس والله. كمية سكان اللي حطيناها، مصانع مصانع شوف كم قاعد يدخلنا، وين صار مصانع قاعد تدخل 12000 اليوم. هالفاكتورز الجداد شوفوا التكاليف النهائية الأرباح 9000، هاي الفارمنج غير ويرهاوس اند يونيك فاكتوريز. ياس ينزل ويطلع بس يدخلنا فلوس، يعني هاي ياس يدخل فلوس طيب. يعني هاي شنو ناقصنا؟ كورب والله في 1,000,000 كورب، اظني هذا غلط. خلينا نحط كورب ذرة ذرة والله، بس المنطقة حلوة ترى، منطقة حلوة. زين الحين اوكي عندنا هني، بس نبغى نسوي الزحمة لونها فيك. الحين نحن عندنا اراضي نقدر نشتري، لحظة هني يوم نشتري ارض connected. ارض مش هني، لا ارض هني اوكي حلو. بقول لكم الخطة المستقبلية شو بيكون في المكان. بنسوي لنا الشارع هني، شارع كبير بس يبغالنا صدقون هني بعد شارع ثاني مدخل المدينة. ها بيكون مشروع الحلقة الجاية. شو بسوي؟ بسوي مصانع هني الألمنيوم، وهذا بسوي قطار داخلي من هذه المنطقة يمكن لين هني، أغير الصناعية بشل الصناعية اللي هني، يمكن أجيب الصناعية لين هني وأسوي قطار داخلي محطة محطتين ثلاثة للبضائع، يعني ثلاث محطات داخلية ولا أربعة قطار داخلي، لأن قربنا 10,000 نوصل 10,000 نقدر نحط قطار. بنحط سكان وكل شيء هني بعد. إنزين بما أن نحن هني موجودين وعندنا مدخول طيب، خلنا نحط لهم إعادة تدوير. إعادة تدوير مدخول ينزل ويطلع ترى على فكرة سبت المصانع. أعطينا وياه هنا مو مشكلة، في ماي عندك بس أوكي 200 200. بنحط مصنع إعادة تدوير ثاني، أبى تشوف كم يدخل لي ترى الحين دقايق بس، لأن بعده ما أخذت الزحمة عليه، أظني الزحمة من تتعود شوي عليه تعود. بخلي المدخل الزحمة أغلى، برفع سعره. أوكي هذا نين، هذا زحمة عليه صدقوا. زين خلنا نرجع الميزانية، شوارع استوى 138 قاعد يزيد قاعد يزيد، كل ما يرتفع ولا كل ما تجيني زحمة قاعد يدخل فلوس. كل ما تروح الزحمة شوفوا هني 120 زحمة تخف يخف، المصانع كذلك يزيد الطلب والعرض وكل شيء، كل شيء يزيد ينقص نفس ما هو متوقع. جرين هاوس connected. اوكي بعضهم يوصلون فل الحين، بس عندنا خبز عندنا منتجات عندنا شغلات ناس تروح ترد عليها، فوايد حلو الموضوع. بغيت اسويه فسويته، وانا عندي هذا رود مينتنس بس مو بسويه الحين. انت تستوي عندي زحمه واحس الشوارع يبالها صيانه وايد. الحين في وايد طرق ان ندخل فلوس في المدن مش نفس الاول. الحلقات اللي هاي بنسوي زحمة اظن بيستوي الفرق ويانا، يبقى نبدأ نسوي الزحمة الفعلية. زي خلنا نسوي دكاكين دكاكين قريبة، نبقى
دكاكين هنا يسوي، خلنا نسوي دكاكين هنا. اوكي، ما يقول ما عندنا عمال. Not enough educated workers، ما عندنا عمال متعلمين. انزين، بنحط ثانوية، ثانوية بتخدم هاي المنطقة لازم كامل. ايه لازم تخدم المنطقة كامل. عادي هني بمتد منه بعدين عقب، ولا تنوية ما بنحتاج اكثر اصلا. ابتدائية فنية بنحتاج هني مدرسة، وبنحتاج مدرسة ثانية. هاي 12000، هذه 12000، هذه مدرسة ثانية يعني. اوكي، بيحصلون عمال شوي متعلمين الحين. ميزة التعليم الناس بتيه اصلا بشكل عام. الجامعة بعد بدري، ما نبغى جامعة، ما نبغى جامعة. يمكن نبغى ثانوية ثانية اساس الناس اللي تشتغل عندنا في المحلات، لان هايل اباندنت لان التعليم منخفض. بس برايهم بيردون الحين كلهم، برايهم هاي خطة ترى يعني اذا استعملها صح. انا فكرت الحين بيدخلنا فلوس وايد. شوفوا الحين احنا ما عندنا زحمة، بس دخلنا بلاوي. وارون مهني اذا امنع الشاحنات من كل مكان ثاني واخليه مروم مهني مثلا، اروم اضرب على الشاحنات مبالغ حلوة يعني. مش تعال وخذ يعني، لا 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 لحظة، انت ما بحد هني يدق يوتيرن، تدخلون تدفعون تروحون وين ما تبون. اوكي، 200 200، الناس بقى تدخل المدينة هني لان الزحمة على الفاضي ما بغيتها. الزحمة على الفاضي ما منها فايدة، مو صدق. كل مكان يدخلون، شوفوا كل مكان بفلوس. لازم الحين يساير مات اوبريتنج. شو الكورب اللي يبان زين؟ هو ما يحدد لي. زين، لو اموت اوف رو ماتيريال مواد خام قليلة. زين، يبالنا معناه مزارع اكثر نحن حق هالمكان صح؟ قلت بسوي انا هاي مستودعات، بس ولا اقولكم خلنا نسوي ميديم فروت. شو ياكلون؟ كروب قالوا، كروب يعني يبون هذا. هني ما في زحمة، نحطيه هني احتياطا حق المستقبل. نقدر نحطيه هني بعد عند مال بقر دايركت. مشكلة بقدر احط الشارع؟ سؤال، لحظة. اذا جبت وحطيت شارع هني، اوكي، واحد اثنين ثلاثة. اوكي، كور بوتيتو جرين هاوس. ابا ما ابا جرين هاوس صح؟ Not enough buyers for products. هذا يقول ما عندي ناس تشتري، والثاني يقول يبى زيادة. زين، خلوني اتكتك لكم انتو، انتو هلا العماير بتستبدلون اللي على الشارع هاي كلهم عماير. هاي الناس اللي تطورت عندنا. اسوي عماير لين هني ولين هني. اوكي، 200 200، بنسوي عمارة يعني بنسكن الناس شوي غصب يعني.
زين بسوي عماير صغار هني، مشكلتني عند التلوث ما ينفع. بنسوي عالشارع ما نبغى هني، نبغى على البحر. بسوي زحمة هني ترى بالطريقة هاي. هاي الغرقانين اصلا خلنا نشيلهم احسن. زين هاي الخطة العجيبة السحرية. زين الحين سوينا ناس يبنى ناس تسكن عندنا، ترى على فكرة مترو عندنا كل شيء. زين بس شو يبالنا؟ يبالنا نعقلهم مترو فوق هني عند الحديقة. المترو هذا مترو خط هني لين هني وانتهى الموضوع. اللي يداوم هني ولا غيره ولا غيره ولا غيره، سوي 3000 مليون متر نحن اصلا عادي ما عندك مشكلة. زين نسوي لهم خدمات اولية. هذا المفروض يكون مصنع هني صح؟ برايب غير مكانه صار ما في مكان، شكله بيسوي منطقة مصانع اصلا. خلاص بيسوي منطقة مخصصة عقب بس حق مصانع. وهل الله غفور رحيم بلاها شغلة حطيه هني والعوز عمري هني. ممكن ازيد بيوت الحين دام اني سويت الحركة هاي. وحلو البيوت مكانهم حلو ترى على مدخل ومخرج المدينة، اللي بيطلع ويدخل بيكون مرتاح. 12000 تعال انزل 12000. شوف الشوارع سويت لنا فرق. بتسوي لنا فرق بس تشوفوا قاعد يزيد 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 على كثر ما يدخلون ويطلعون الناس من هذا المكان يزيد. هلا نحطي قريب هني شارع بيدخل اوكي هني. انزين تشوفوا هذا الزون خلنا نسكر هذا الزون. هذا بيستوي بيوت خلاص بيوت مستودعات حتى يمكن ما يبغى له زون اصلا، يمكن ما يبغى له. ما يبغى له صراحه. اكل امورهم طيبه. جرين كورب كل شيء ما في كاستمرز كفايه. نعطينا فرو ماتيريالز هاشو فلور من كل هذا ما عندك. يبغالنا ويت، يبغالنا بعد قمح. خليك له قمح احسن، مش ذره احسن من القمح. المصرخ بعد عنده مشاكل. انزين وهذا هذا مره طيبه قاعد ينتج فنان. بيستري ورك بليس يونتس بروفيت كلهم قاعد يطلعون فايده تقريبا ترى شغال كلهم منو هذا بس ما في غيره. زين بعد يبغالنا ناس تسكن ما شبعتوا. زين بنسكن الناس ها، بنحط لكم ناس ها. كله عماير بعد عماير وسط بيوت. شوي شوي بطورهم اسويهم بيوت اصلا. بس زين شو بعد؟ شو بعد تبون؟ بس كم؟ بيوت ها عندكم ماي عندكم السوالف عندكم. هاي اوريدي حطينا خدمات حقهم. ها ما افتح سيمتوريوم في عندهم واحد بيغطي. هذا بيغطيهم صغير بيغطيهم. بس ليش الناس مرضى هنا اصلا؟ ليش انا حاط هذا هنا؟ تعال خلينا نحطيه. مفروض هذا ما يسوي ground pollution. مفروض small city اوكي شنو نقدر الاخر نقدر نحط شوي سامان زيادة. نحن ما بالش لنا غير كل يوم سامان زيادة سامان زيادة سامان زيادة. اوكي عن تحرطيم اوكي خلنا نحط واحد هني واحد هني. يلا شو وضعكم؟ اشتغلوا خلصونا عسى بشوف ازيد ولا ما ازيد.
ممتاز ممتاز. اوكي لا وايد اوكي، بس كم واحد حط؟ اقسم بالله مليون واحد حط. انزين وبنسير للشوارع بالمتشارع. هاكل شوارع صناعية صح؟ خلاص خلع اذا مشارع صناعية انتهى وكان صناعية في يوم من الايام. الحين خلاص سوي شارع رسمي. زين خلنا نسوي لنا شارع ثاني. شوفوا من هنا لين ايه لا دي اوكي مو مشكلة عادي، ترى بنبني الحين بيوت. فهذا هنا ماي ماي عندهم اوكي، بس خلاص 200 200 200 200 الحين. تعرفون شو يبغانا في المنطقة؟ بس عن حلال والحرام جامعة، والجامعة جامعة هنا بعيد عن العالم، في مترو قريب في مترو قريب، بس اوكي اوكي بس خلاص في مترو قريب. شوف الجامعة زينة مو بزينة، الأرض مو بزينة، مش الجامعة مو بزينة. أي حد يجي الحين يدفع فلوس مو في، خلاص سالفة يم رحميني مو في. سلخم مرة جلد مجل 165. شوف قاعد يزيد 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 يزيد. أوفر فيو مصانع الدخل جسمه يدخل. المهم أنا كان بس بونس هذا، حتى لا تعتبر حرقة. قلت أشارككم بما يحدث ونرى ماذا يحدث وما النتائج، وهذا بنشوف نتائجه بعدين فيما بعد، مش الحين، بعد فترة بنشوف نتائجه، لأن بتبدأ عندنا صناعة وبيبدأ قطارات داخلية بيصير مكان دائري وإلى آخره وهالسوالف. وهني هاي الأرض بسويها أرض سياحية، هني وصلها قطارات من القرى الفقيرة إلى عيال البطرة، هني مرصوصين على بعض، هني بيكونوا مرتاحين. المهم اللي هوني تبي يذكرني ايش الدنيا. هاي كان البونس لليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.